مؤهل انني قد نعاون الناس حيت جيت دزت من بزاف الظروف خايبين. معك منور الدين عباس الداكي، كوتش سبورتيف وكوتش دوفي. بعد ما صغري وانا كنتريني وفي 2018 كنت بادي واحد الطريق خايبه وقلت خصني الطريق ماشي ديالي، خصني نبدا نتريني وخصني نرجع. دونك كان ديكليك ديالي فجاني في واحد الليله، قريت الكتاب ديال السر ديال القانون الجذب صافي، وفهمت ان ما الدين ديالنا اي حاجه كتامن بها تبغي توصل لها. قلت نور الدين اجي نحط لي زوبجيكتيف ونوصل ليهم. صافي حطيت هاد لي زوبجيكتيف، بديت كنبريباري في 2018. كانت اول مسابقه ليا وديت فيها بطل المغرب. ماشي غير فخور، راه تبدلات حياتي 100,000 درجه. حيت شنو طرا؟ كتحط واحد الاهداف صغيورين، كتبدا تشوف الريزلت، كتوصل دونك كدات تيق فراسك انديريكتومون صافي، وكتقول راه اي حاجه تمني نقدر نوصل لها. وبحال قلتي الطموح ديالي خلاني وليت كنقول راه اي حاجه نقدر نوصل لها خصني نامن بها. وقعوا لي بزاف الحوايج خايبين، ولكن راه فاش كتعاود تفكر من بعد كتقول داك الشيء الخايب ولي خلاني نكون اليوم نور الدين. يعني كنقول راه خصنا نكون واعيين ان كيف ما كاينه السعاده كاينه التعاسه، وما غاديين بجوج. بديت في السبور، واللي عاوني باش نكمل في السبور كان دماغي والقرايه ديال ديفلوبمون بيرسونيل. المهم انا بالحكم عجيت من العروبيه، شفت انني كناناليزي بزاف من صغري، عندي هاد الاناليز كنرد البال. مثلا غير شي واحد شي صاحبي تعرفت عليه وريح هضر مع السيرفر، كنشوف كيف علاش هضر بحال هكا، كنبقى نرد البال التناقضات بزاف. صافي قلت مادام ميسكليت دماغي والجسم ديالي مؤهل انني قد نعاون الناس حيت جيت دزت من بزاف الظروف خايبين. صافي بدات الفكره، ولقيت راسي عرفتي السعاده فاش كنريح مع شي واحد وكيكون عنده مثلا، علاش قلت لك لي كيكون عنده مشكل في حياته اليوميه، عنده ان بروبليماتيك، وكتلقى ان السبور يقدر يكون حل تخرج فيه دوك لي زوند نيجاتيف وداك الشيء. كيف ما العكس، شي واحد كتلقاه عنده ما قادش يركز في السبور حيت عنده بزاف المشاكل، خاصك تحل مع هاد المشاكل عادي قد يركز في السبور حيت السبور كيبغي راحه البال. حيت شنو كندير انا؟ غير كنبقى نغوفورميلي وكنعطيه كيجي هو باش ياخذ طريق وحده، انا كنوري ليه بزاف الطرقان، مي كيكون هو الكوتش ديال راسو حيت هو اللي عايز ذوك التجارب. والفرحه ديالي فاش كنشوف شي واحد خرج فرحان، راه ما يمكنش الصراحه، زعما شي حاجه واو. انا واحد الانسان اللي ديما كنديجاجي واحد الانرجي بوزيتيف، هادشي اللي كيقولوا ليا. ولقيت انني كنت في ديفلوبمون بيرسونيل بحال الا ليميتي راسي في واحد الحاجه، قلت راه نقد بداكشي اللي كندير النهار ديالي العادي نقدر نخلي الناس فرحانين. حتى فاش بديت الفيديوهات ولقيت اقبال على الناس ولقيت داكشي اللي انا كندير طبيعتي، كنت بطبعي وقلت الناس عجباتهم طبيعتي زعما وكيف كندير كنت عادي، صراحه فاش شفت اقبال اكثر كنت شويه مفتخر. ولكن مازال الطموح ديالي بغيت نكون احسن. النصيحه اللي نقدر نقول للناس هي اي حاجه امنتوا بها غتوصلوا ليها. وكيجيني احسن حاجه ننصح بها الناس هي دوز لاكسيون، ولا من ناحيه سبور ولا من ناحيه اي حاجه، حط ديك الخطوه الاولى وداك الشيء كيجي من بعد.